هل هذه الفتن ابتلاء من الله عز وجل؟ الله يريد منا ويريد بنا، فالعاقل لا يلتفت إلا ماذا يريد الله منه، ولا ينشغل بماذا يريد الله به، فالذي يريده منك بينه لك بإرسال الرسل وإنزال الكتب، والذي يريده بك لا يعرفه نبي مرسل ولا ملك مقرب. سعيد من انشغل بماذا أراد الله منه، والمخذول من انشغل بماذا أراد الله به. يمكن واحد يعرف منا ماذا يريد الله به؟ سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. رد الله عليهم فقال: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ عندك علم أن الله ما كتبك مشرك؟ لو شاء الله ما أشركنا. انتبه، خذ قاعدة ذهبية على مذهب أهل السنة والجماعة: القدر يحتج به بعد وقوعه. فحج آدم موسى، قال أنت لما التقى موسى موسى، وتعلمون من موسى عليه السلام بآدم، قال أنت الذي أخرجتنا من الجنة؟ يقول لآدم، قال لأمر قد كتبه الله عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. قال أئمة الهدى: قال القدر يحتج به بعد الوقوع لا قبل الوقوع. الكفار يحتجون بالقدر إيش؟ قبل الوقوع. كفار، كما في آية رقم 148 149 في سورة لنا، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. والمسلم لما يقع القدر يقول هذا قدر الله عز وجل، ويبقى ممتثلا لأوامر الله جل في علاه. هذه الفتن من قدر الله، نعم من قدر الله، لكن لا يجوز لنا أن نستسلم لها، والواجب علينا أن نبعدها عنا. أختم هذه المحاضرة بحقيقة وقاعدة شرعية مأخوذة بمجموع النصوص: الفتنة إن لم نغزها غزتنا، وإن لم نحاربها جاءتنا، ولا يجوز لنا أن نستسلم لها.